بسم الله. في سؤال بيقول ايه البرامج اللي احنا بنستخدمها في البيم؟ هل هي برنامج واحد ولا برامج مختلفة ولا كل شركة بقى عندها برامج ولا حسب المشروع؟ طيب، هي برامج البيم كتيرة جدا، ممكن نقسمها كاتيجوري. يعني نقول دي برامج خاصة بالاستدامة، دي برامج خاصة ان هي تعمل موديل انشائي، دي برامج خاصة تعمل موديل معماري، دي خاصة بالانفرا، دي خاصة بانها بتحل الكلاشات، دي خاصة بانها دي في الزمن معانا، وهكذا. فاحنا بنبقى عارفين ان الكاتيجوري دي محتاجين منها مثلا برنامج فلاني، ده محتاجين منها برنامج فلاني، وكل مشروع بيبقى ليه متطلبات معينه، فاحنا بنشوف ايه المتطلبات الخاصه بالمشروع. ففي بدايه المشروع بنبدا نقعد نتفق على البرامج دي، بنعمل بيرم شوت بلان، بنتفق احنا هنشتغل ببرنامج الكذا او كذا او كذا، تمام. من اكبر مشاكل ان يعني نتيجه الدعايه فالناس فاهمه ان البيم يعني ريفت، او البيم يعني برامج اوتوديسك، او لا، ممكن تلاقي في مشروع، شفت انا مشاريع كتيره جدا ما فيش ولا فيها ريفت خالص، وكانت كلها بيم ولها كود ولها ستاندرد ولها كل حاجه. مشكله ان انت تقتنع ان الحاجه دي ما بتعملش غير بيم واحد، ان انت بتقبل سعر ايا يعني يكن، ما انت ما عندكش بديل تاني، لازم تعرف ان في بدائل كتيره. فانت من اول مشروع بيم مانجر بتقول والله احنا الافضل لينا المشروع ده نوعيته هنستخدم البرنامج الفلاني، تمام. طيب، تكون متاكد ان عندك عدد كافي بيقدر يشتغل على البرامج دي. في مثلا برامج مثلا حل الكلاشات او برامج للاستدامه، فبتبدا تشوف اي برنامج فيهم نستخدمه، يبقى عندك كذا اختيار. دارس انت مثلا، انت عارف واحد، فتبدا تشوف البرامج البديله ليه، الالترناتيف، وتشوف انهي واحد فيهم الانسب للمشروع دوت. هو اغلب المشاريع اللي شفتها كان بيستخدم الريفت نفس وركس، لكن شفت مشاريع بتاع مدن كامله، وشفت مشاريع مثلا كانت محطه سكك قطر كانوا شغالين ببرامج مختلفه، بيبقوا متفقين من الاول. يعني ما ينفعش الشركتين تبقى شغالين في المشروع، واحده شغاله ببرنامج وواحده شغاله ببرنامج اخر، لا، لازم من الاول بيكون احنا محددين، تمام. فانت بتبدا تشوف قبل ما تاخد الكورس او كده، تعمل سيرش هل البرنامج ده مطلوب ولا لا، تمام. تعمل سيرش فين؟ في لينكد ان، تبدا تشوف الوظائف المطلوبه. فرض ان انت رايح المانيا، بتبدا تشوف ايه البرامج المطلوبه في المانيا، مش لازم في البيم بس، ممكن مثلا انت راجل متخصص مثلا في دراسه الجدوى، تبدا تشوف ايه المتطلبات بتاع دراسه الجدوى، ممكن في شهادات معينه، في كذا معينه، في حاجه زي كده معينه. فانت بتبدا ان انت تعمل دراسه عشان تشوف انهي برنامج فيهم اللي هتبذل من جهدك لمده سنه تتعلم البرنامج دوت، او تاخد الشهاده ديت، هل هي مطلوبه ولا لا، لان في حاجات كتيره جدا بتبقى موضه. فلازم انت تتاكد بنفسك وتعمل دراسه تشوف هل فعلا الحاجه دي هتكون مفيده ليك ولا لا.